نجوم المباراه مش احد نجوم المباراه من وجهه نظر الجهاز الفني، وبلغوا كده محمد بعد اذنك والاستوديو التحليل للكباتن الكبار اللي موجوده انه كان نقطه تحول كبيره بدفاعه على مايو، وكمان هجومه اكيد، ولكن دفاعه على مايو في التات والرابع هو اللي ادانا الادفانتج الكبير اللي قربنا من 30 نقطه. اتفضل يا محمد. انه الجندي مجهول. من جديد تحياتي ليك كابتن هيثم وضيوفك الكرام، كل جمهور نادي الاهلي في كل مكان الف مبروك الفوز، فوز مرتبط 18 سنه وكمال الفريق الاول، ويمكن بتفق معاكم تماما في نجمنا النهارده ونجم لقائنا كابتن محمد ابو الناصر. يمكن كابتن هيثم، كابتن محمد السلاوي، كابتن هلال عبد المنعم بيبلغوك ان هو من وجهه نظرهم انك واحد من ابطال المباراه النهارده، خاصه في الكوارتر الثالث والرابع بايقاف خطوره مايو تمام. اولا تحياتي لكابتن هيثم وكابتن هاني وكابتن سلعوي، تحياتي ليهم جميعا. والله الحمد لله كان يعني الحمد لله النهارده التوفيق كان محالفنا، وعرفنا ان احنا نركز في الماتش كويس، عملنا شغل ديفنس كويس قوي، كنا مذاكرين كويس، كوتش اوجاستي كان مدينا ايه اللي ممكن هنعمله في الماتش عشان نوقف المحترف. الحمد لله يعني ربنا وفقني ان انا ممكن اكون من احد الاسباب، انا والرجاله ان شاء الله يعني كل واحد عمل اللي عليه، والحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله. كابتن محمد كنا مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني الحمد لله طول المباراه احنا متقدمين، الزمالك يمكن اكتر مره قرب منها كان فرق بونت لينا، الحمد لله ما تقدمش او حتى احرز التعادل مع النادي الاهلي. الشوط الاول الثالث الرابع كلهم بسم الله ما شاء الله تفوق اكثر من الرابع، ما فيش غير بس يمكن قربوا منها شويه، الفرق كان اقل في الشوط الثاني، ولكن بسم الله ما شاء الله النهارده اداء من اول دقيقه لاخر دقيقه اكثر من رائع. والله بص، هو برضو في الاول وفي الاخر ده ماتش اهلي زمالك، بيبقى ليه حسابات كتير، بيبقى فيه ضغط على الفرقتين، الفرقه اللي بتبقى مركزه اكتر واللي مجهزه اكتر للماتش هي اللي بتفوز في الاخر. طبعا الاجواء يمكن اللي حصلت في الشوط الثاني ما كانتش يعني اثرت ان اللعيب يفضل قاعد مستني ده كله اثناء المباراه، بتدي ضغط على اللعيب اكتر، بتبقى انت خلاص سخنت وبترجع تبرد وترجع تسخن ثاني، بس الحمد لله يعني احنا قدرنا ان احنا نرجع في الجيم في الهاف تايم الثاني وربنا وفقنا الحمد لله. شكرا كابتن عثمان لكم دايما التوفيق، ومستنيكم باذن الله تاكدوا جدارتكم في مباراه يوم الجمعه، وباذن الله تشاركوا في الدور قبل النهائي ان شاء الله. باذن الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ونوعدكم بكل البطولات باذن الله. شكرا. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع محمد ابو النصر، واحد زي ما حضراتكم قلتوا من نجوم المباراه النهارده، مستمرين في تغطيتنا مباراه الاهلي والزمالك. كمان كابتن هيثم اتفضل.